السلام عليكم. صفحة 59 حل أسئلة مراجعة الدرس الأول اختبر معلوماتي. السؤال ما الإنزيمات وما وظيفتها؟ نحل إحنا وياكم تعريف الإنزيمات. الإنزيمات هي مركبات كيميائية تشترك في التفاعلات داخل جسم الكائن الحي. نعم، هذا هو التعريف. هذا التعريف هو. نعم، شنو وظيفتها؟ ما هي وظائفها؟ السؤال هاي وظائفها. وظائفها هي إفراز، قلنا إفراز غدد لعابية. هاي تفرز، هاي تقوم بهضم النشويات داخل الفم، مثل إنزيم الأميلز الذي يمزج مع اللعاب. هذا الأميلز هذا يفكك النشويات، هذا يفكك النشويات وبعدين شنو يحولها إلى مواد بسيطة تروح للقناة الهاضمة. هي هاي وظيفتها. السؤال الثاني، ما الإنزيم الذي تفرزه الغدد اللعابية وما وظيفته؟ إحنا قلنا نرجع نفس السؤال هذا، ما الإنزيم الذي تفرزه الغدد اللعابية؟ اسمها الإنزيم الإميلز. الإميلز هذا يهضم النشويات، يهضم النشويات وبعدين يمزج مع اللعاب ويفكك النشويات ويحولها إلى مركبات بسيطة، بعدها راح تنتقل انتقالها وين؟ للقناة الهاضمة. السؤال الثالث، احنا نحل أسئلة احنا وياكم. ما الإنزيم الذي يعمل على هضم الدهون؟ هضم الدهون بس شنو هياته؟ إنزيم الإيبيز. إنزيم الإيبيز هذا يهضم الدهون هياته. صنف الغدد اللعابية حسب طبيعة الإفراز. صنف الغدد اللعابية حسب غدد الإفراز. الغدد اللعابية حنصنفها، عندنا إفرازات، هذه الإفرازات اللعابية. الإفراز الأول اسمه الإميلز. الإميلز هذا يهضم نشويات يمزج مع اللعاب ويفككها. عندنا إفراز ثاني هو إفراز الخارجي. إفراز الخارجي عن طريق القنوات. هاي عندنا إفرازين. نعم، قارن بين إنزيم الفايبرين وإنزيم الهيبارين، ندور عليهن، المقارنة نسوي. إنزيم الفايبرين هذا يعمل على سرعة تخثر، يسوي تخثر أثناء الجروح، بينما الهيبارين ها شو يسوي؟ هذا يمنع التخثر، يمنع التخثر أثناء جريانه بالأوعية الدموية. زين، بعد هذا يمنع استقرار النصف الدموي، وهنا يمنع تكوين الجلطات الدموية. وهنا شنو عندنا؟ وين موجود؟ وين يفرز؟ بالكبد. وهنا الهيبارين يفرز بالكبد أيضا. عندنا السؤال، ما تأثير درجة الحرارة على فعالية الإنزيمات؟ درجة الحرارة شنو تأثيرها؟ تأثيرها راح تعمل إنزيمات، الجواب يعني الحرارة تعمل إنزيمات. الإنزيمات تعمل بس بالحرارة، تعمل بسبب 30 درجة حرارة الطبيعية، وإذا درجة حرارة عالية راح تتلف. نعم، عندنا السؤال، لماذا لا يقتصر وجود الإنزيمات على جسم الإنسان فقط؟ جسم الإنسان فقط ليش موجود؟ إحنا قلنا جسم الإنسان لأن بيه فعاليات حيوية، لأن بيه فعاليات حيوية لوجود اللعاب، الغدد اللعابية. الإنزيمات ليش موجودة؟ وظيفتها كنشاط، هي عبارة عن تفاعل جسم الإنسان كنشاط حيوي التي تفرزها الغدد اللعابية.
السؤال الثامن والأخير، توجد إنزيمات هاضمة مختلفة الوظيفة في جسم الإنسان، فسر ذلك. يقولون بس الهاضمة، هن اثنين، الهاضمة اثنين، هي إنزيم البروتيز وإنزيم الليبريز. أول إنزيم هذا قلنا يهضم البروتينات ويحولها إلى مواد بسيطة تسمى الأحماض الأمينية وتفرز في المعدة. إنزيم الإيبيز هذا يهضم الدهون، هما يحولها إلى مواد بسيطة تسمى الأحماض الدهنية. وين تفرز هذه؟ تفرز بالبنكرياس. نعم، وهاي كل الأسئلة وشكراً.